القرآن ولا الإسلام من الأسس 1400 سنة أهله ما يستفادوا منه، ما بالك أنت سوداني تستفيد منه شنو؟ غير الرجية والتخلف، أنا أدعو كل الشباب السوداني، الشباب ابن حامش، خلوا الإسلام في مزبلة التاريخ. بلاوي كثيرة وقال الإسلام قدم شنو؟ الإسلام قدم رجال يا أخي، الإسلام ده طلع رجال 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 زي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رجال ده اللي بيمشوا في الطريق قال له هي يا ابن الخطاب في البخاري ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غيره، والله ده للصحابة، ده الناس الدين. سعيد ده أسيد ابن حضير رضي الله عنه قرأ القرآن فنزلت الملائكة حتى هاجت الدابة فخشي على طفله فتوقف فصعدت، فقرأ القرآن فنزلت فهاجت الدابة فخشي على طفله فتوقف فصعدت، فقرأ القرآن فنزلت فهاجت الدابة فخشي على طفله فتوقف، فأصبح الناس فأتى المسجد فصلى الفجر فقال يا رسول الله قرأت فرأيت نورا بين السماء والأرض فتوقفت لما هاجت الدابة خشيت على طفلي، قال تلك السكينة، وفي رواية الملائكة ولو قرأت إلى الفجر لأصبح الناس يرونهم. ملائكة ملائكة، ده الدين كذي، الدين ده الإسلام ده جاب صلاح البشر. من هارون الرشيد يعاين للسحاب، سحاب الكفار العاجبين نديل البيزلو لسي المتكسر فيه ونديل البلبس زي لبسون، ناس ماشيين عرايا خشيلوا في عاداتهم يلبسوا في الأردية وتخايبوا فنانين ويفلفلوا شعرهم زيهم بوب وجين كلكي وبلاوي عاجبينهم الكفار ديل. دي زمان زلوا للمسلمين ديل، زلوا لهم هارون ده رس الرسالة بعين للسحاب يقول لها امطري حيث جئتي فسيأتيني خراجك، بلد دي جد الله ادانا لها. ده هو الإسلام، الله عذب الناس عذبوا. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني، يا هو زي العينة دي منسلق عن الدين، والله الشر يظهر في وجهي، يسخر بدين الله وحور عين وإلى آخره. قال لها ديك ملكة جات جديد للروم، قالت له من أني من فلان، كانت ملكة اسمها أني ماتت وجاء واحد مش ماتت انتصر عليهم ومسك الشغلة. قال له وبعدين رسل لهارون الرشيد قال له تاني جزية ماف، أنا جيت مسكت البلد والروم وكذي كل الملك يعني تاني جزية ماف، زمان ديك مرة وأنا خلاص جيت هنا. رسل له وكذي قال له بسم الله الرحمن الرحيم من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى كلب الروم، كلب قال له كلب قال له فإني مرسل إليك جيشا أوله عندك، راسه قال له هناك بصلك وآخره عندي، ثاني قال له جايك قال. قال فقرأها فارتعد، قال ادفعوا له الجزية، ادفعوا له ده صعبين قال له ده زي ديل بيتلحقوا، قال له كلهم كانوا كذي، ده الدين رب رجال، لكن لما يتملصوا ديل عن الدين يا هو بيقوا خيابة زي ديل كذي خيابة. يا أخي عليك الله لو المظاهرات دي جائزة، لو جائزة أنا بقدم بنات قدامي. يا عثمان بن عفان عمره 82 سنة، ده أصغر كلمة قالوها فيه في التاريخ، أصغر تاريخ له في صفة الصفوة وفي سيرة علام النبلة قالوا 82، الرواية الثانية قالوا 87، الرواية الثالثة قالوا 90 سنة، 90 سنة عثمان رضي الله عنه. قال ابن الجوزي قال الحسن البصري رأيت عثمان وكان حسن الوجه وشعره إلى ذراعيه، شعره تحت ليه عضله، وهو واسع المنكبين قوي الجسد. قال وهو جالس، بعد ذاك قال ابن الجوزي قال جالس، قال طفروا عليه، أول زول دخل عليه عثمان قال له بيني وبينك هذا، قال وهو جالس يقرأ كتاب الله، عمره كم 80 سنة. فجاءت امرأته قال بيني وبينك
وبيني وبينك كتاب الله. قال فرفع السيف فتصداه عثمان وسيفه بالقرب منه، خدت السيف لأنه قبيل، قال له أبشر بالجنة مع مصيبة تصيبك، قال الله المستعان، خدت السيف. قال فتصداه بيده فقطعت أصابعه إصبعه وهو قد تجاوز 80. فقال الحمد لله كم كتبت بها كتاب الله، خدته. فرفعوا السيف فضربوه في رأسه فسال الدم في لحيته، فقرأ قول الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فجاءت امرأته فسقطت بالقرب منه فقال هذا ما أعظم عجيزتها، فقال اللهم أعمي بصره وقطع أطرافه وأدخله النار. 3. قال ادخلي لأن أقتل أحب إلي من أن أصاب من أن يروك، لأن أقتل أحب إلي من أن يروك. فدخلت قالت اقتلوه أو اتركوه والله إني أشهد أنه يقوم الليل بكتاب الله. أقتلوه؟ قالت لهم الليل بيقوموا بالقرآن، ده الرجال طلعنا الإسلام في النهاية كتلوه، والكتلوا رأوه بعد فترة ملقا على وجهه مقطعة أطرافه أعمى البصر، فقلبوه قالوا ما هذا البلاء؟ قال أصابتني دعوة الرجل الصالح دعا علي بثلاث قال اللهم أعمي بصري فأعمى الله بصري، قطع أطرافه وقطع الله أطرافي، أدخله النار وأنا أنتظر الثالثة دخول النار. يقول الإسلام طلع شنو؟ وانت قاعد في البلد دي وجيعان، هذيك بلد الإسلام بلد الحرمين مرتاحين، سلالم وعربات وبنزين وأكل وشراب مرتاحين، أي شيء عندهم أي شيء عندهم، يجون الكفار يتزللون. ما شفت في المقطع؟ مقطع يا جايبين الملك بتاع بلد الحرمين جنبه ذاك ترومبا بتاع أمريكا اسمه ترامب، ترومبا بيشرب بالشمال وجنبه مرته وده الملك، قال له رايد رايد، أنا ما بعرف إنجليزي، رايد باليمين ها؟ قال له أنت بالليفت بالليفت، رايد رايد باليمين، عمك صلح اليمين. ده في كوباية بينصحه رجفة ماف، ديل هنا يرجفوا، نحن أمريكا لو عانت لنا جماعة المظاهرين لو عانت لنا أمورنا بتنصلح، صلح ديل ديل يا ناس، رجوع للدين، رجوع للعقيدة، رجوع للتوحيد، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء. قال الفوزان في شرحه للجامع لعبادة الله وحده قال كالذي يأتي البئر وليس معه دلو ولا حبل والماء في أقصى وفي قاع البئر يمد يديه إلى الماء كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يدعو في البشر لأسي يا أخ، بلدنا الدين لأسي ما دارينه، توحيد ما دارينه يا أخ، عقيدة لأسي ما دارينه يا أخ، عقيدة صحيحة يا أخ. الكفار ربوا دقن، اليهود يربوا في الدقن، الناس ما نقدون، واحد تلقى قس طاقته سوداء وتلقى نصراني صليبه كبير ودقنه كبيرة يخلوه ساي، وانت مسلم تربي دقن لك اوه ابدقن جه وده بجنب القبيل ده، ديلك لابسين اسود نسوانهم العاملات والدينات خلون ساي، نحن هنا اللي بتلبس بنطلون يحترموها تعرقش يقف ليها يقرب ينقلب، فرامل يدوسها 6 مرات يقرب ينقلب، وبتاع العربية يوقف ومظللة وبتاع وين وده يقوم وده يقعد، وعمك عجوز راكب في العربية شفته بعيني جاي من السجانة شاف البيت لابس بنطلون قاعد يكورك وذاته بقى كمساري، عمك عجوز عربي عربي عربي، ركبت تاني لا جاب عربي لا انجليزي قدم مرة واحدة، دي بتاعت البنطلون بيحترموها، بتاعت النقاب عينه لكن
انتوا ناس الحجاب اي وناس النقاب اي عاملين زي البعاتي، وانت دايره تكون زي شنو؟ هو في بعاتي في الارض؟ ما بعاتي، ده حجاب بتاع توم اند جيري زي اساطير الاولين زي بعاتي بتاع شنو يا اخي؟ سخروا بين زول الدين يا سياخ. في النهايه جات موضه يربوا دقن، ربوا طوالي، قالك الله شوف الزول ده، جات موضه يلبسوا نص الساق، لبسوها طوالي وزادوها بيقوا يلبسوا شوف هناي ردة ما شفتهن؟ والله يا مع المجتمع ده حيرني عديد، حيرونا ذاته يا اخي. يا اخي زول بيقصر جرابته يسخروا به، هون يلبسوا في الارضيه ركبهم برا وراكب الموتر، مش الركب شغل بعيد، كبري ود البشير اوك مشى ولقدام ما معروف الموضه تكون كيف، الله اعلم لقدام الموضه بكون طاقيه بس ما بشتا كله بلاوي يا اخي، كلها انسلاخ عن الدين. ناس ترجع للتوحيد، والناس تحارب زي ما قال عمنا شمس الدين، يحاربوا القباب واصحاب القباب والحجبات. شغال دكتور قبل ما يدي الدواء يقول اقطعوا الحجاب، يدعوه والله الاذان جاء